اليوم كنت واجد برحاب محكمة الإستئناف بآسفي في إطار حملة التبرع بالدم اللي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة وودادية موظفي العدل بشراكة مع هيئة المحامين بآسفي وكذلك جمعية دار كبيرة للتنمية الاجتماعية. هذه المبادرة هذه هي من حق أن الموظفين وقضاة هذه المحكمة أن يفتخرون بها لأنها جاءت تلبية لنداء صاحب الجلالة اللي دائما يسهر ويدعو المواطنين إلى التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح والآلاف الأرواح للمواطنين المغاربة المحتاجين لهذه المادة الحية. واستجابة لهذه هذا النداء نحن نلبي نداء صاحب الجلالة، لذلك نحن نتواجد بالرحاب هذه المحكمة وندعو كل القضاة والموظفين وكذلك المتقاضين والمحامين السادة المحامون كذلك لتلبية هذه الدعوة والمساهمة معنا والمشاركة في هذا اليوم التضامني وهذا اليوم للتبرع بالدم، لأن اليوم كنعيشوا في واحد الجو ديال الجائحة والمساندة والتضامن الاجتماعي ضروري في هذه اللحظات. وشكرا جزيلا لكم كذلك رجال الإعلام على تواصلكم وعلى تغطيتكم لهذا الحدث. ننظم هذا اليوم مبادرة للتبرع بالدم من طرف جميع مكونات العدالة، هي مبادرة إنسانية بالدرجة الأولى وتطوعية وتنم عن انخراط جميع المكونات للهيئة القضائية ومكونات العدالة عموما في إطار الدعم يعني والمساهمة في مجهود تكوين مخزون من الدم اللي كما يعرف الجميع الكل في حاجة إليه. أكيد هذه بادرة إنسانية، يعني كل واحد خصو يساهم فيها مبدئيا لأنها مبادرة تنم على المواطنة وعلى المساهمة في الوعي، تكوين وعي وطني، وهذا كل ما في الأمر. نتمنى النجاح إن شاء الله تعالى لهذه المبادرة وتتكرر في مناسبات أخرى بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعلمون فإن هيئة المحامين بآسفي تنفتح على محيطها الاجتماعي، وقد قررنا هذه المشاركة مع باقي الشركاء ألا وهو التبرع بالدم، لأن التبرع بالدم يعتبر واجب وطني إن لم نقل واجب ديني، لقوله تعالى: من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لأن هذه القطرة الدم اللي تبرعنا بها واللي كيتبرعوا بها كاع الإخوان اللي كما كتشوفوا قد تسبب في إحياء أو زرع الروح في واحد الشخص اللي هو الآن في حاجة ماسة إليها. لهذا أعتقد بأن هذه المبادرة يجب أن تتكرر على الأقل مرة في الشهر أو مرة أو مرة في الشهر في شهرين إلى غير ذلك، لأن هذه مادة نحن في أحوج إليها، مادة الكل يعني يتوقف عليها، لأن كما كيقول لي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبة. اليوم تعطي الدم، غدا تقدر توقف على اللي يعطيك الدم. لهذا أعتقد بأن هذا العمل هو عمل جبار، ومن خلال هذا المنبر أتوجه لكافة الناس ولكافة المتبرعين أن يبادروا إلى إعطاء قطرة الدم، لأن المستشفيات في حاجة ماسة لهذه المادة، علما بأن هذه المادة لا تعمر طاولة، لأن أنا ماشي اختصاصي وإنما كان يقولوا بأن أقل مدة اللي باش هاد الدم يخسر يمكن 5 أيام. تشكروا الجسم الصحفي على هاد التغطية الصحفية في هاد اليوم، وتشكروا أسرة العدل على هاد المبادرة الطيبة منهم وعلى هاد الشراكة اللي درنا معهم في إطار هاد الحملة التبرع بالدم، وخصوصا في إطار هاد الجائحة اللي تتخطاها المدينة ككل، المدينة والمغرب ككل. وأصلا بحلول فصل الصيف يعني تكثروا الحوادث وداك الشيء، يعني بحاجة ماسة حنايا لأي قطرة دم تتبرع بها الإنسان. ومن هذا المنبر تندعي جميع الناس وجميع الأشخاص اللي عندهم القابلية بأن يتبرعوا بالدم يعني التحقوا بمراكز تحقن الدم نظرا للخصائص اللي تعرفون. وشكرا جزيلا.